العليا للانتخابات تستجيب لحكم القضاء الإداري وتبقي على دوائر قنا والقاهرة دون تعديل. الجامعة العربية تبحث الأزمة اليمنية وقوة التحالف تعزز من حشودها البرية استعدادا لمعركة صنعاء. جيش النظام السوري ينسحب بالكامل من محافظة إدلب بعد سقوط مطار أبو الظهور العسكري بيد المعارضة. نشرة الأخبار من النهار اليوم، مرحبا بكم. تطبيقا لأحكام القضاء الإداري بعدم الاعتداد بإعادة تقسيم بعض الدوائر الانتخابية في محافظتي قنا والقاهرة، قررت اللجنة العليا للانتخابات الإبقاء على تقسيم الدائرتين الأولى والثانية بمحافظة قنا وفقا لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب دون التعديل الوارد عليه، لتبقى بذلك دائرة مركز ومدينة قنا مقرها مركز قنا، ودائرة قوس وقفط مقرها مركز قوس. كما قررت اللجنة استمرار فتح باب الترشح وتقديم الكشوف الطبية بالدائرتين المذكورتين حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر وفقا لمواعيد العمل المعلنة. وفيما يتعلق بالدائرة السابعة لمحافظة القاهرة، تظل الدائرة السابعة دائرة مدن شرق القاهرة ومقرها قسم أول القاهرة الجديدة. وللمزيد من التحليل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ عصام الإسلامبولي، المحامي والفقيه الدستوري. أستاذ عصام، الآن نحن نتحدث عن أن اللجنة العليا للانتخابات قررت الإبقاء على تقسيم الدائرتين الأولى والثانية بمحافظة قنا وأيضا فيما يتعلق بالقاهرة الجديدة وفقا لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. السؤال الذي يطرح نفسه، هل معنى ذلك أنه لا يجوز الطعن هذه المرة على هذا التقسيم أم ما زال الطعن وارد؟ لا، هو نفرق ما بين حاجتين. الحاله الاولى انه القانون المصدر قانون تقسيم الدوائر صدر عن طريق القانون وقسم الدوائرتين اللي هو بالنسبه للدائره السابعه اللي هي دائره مدن شرق القاهره وجعلها حسب ما صدر بها في التكوين قانون تقسيم الدوائر، وايضا دائرتين محافظه قنا على الوجه الذي صدر به القانون. مجلس الوزراء أصدرت استدراك غيرت مكونات وتقسيم الدائرتين، دائرة اللي في مول بنتكلم عنها دائرة مدن شرق القاهرة وقنا، وبالتالي كان موجه الطعن أن القانون لا يعدل إلا بقانون والقرار لا يعدل إلا بقرار، لكن لما يجي قرار يعدل القانون هذا مخالف لأبسط القواعد التشريعية. نعم. وبالتالي حرصا على الوقت اللجنة أبقت على مكان عليه قانون تقسيم الدوائر ويتم الانتخابات على هذا الاساس، لكن هذا لا يمنع من اي حد انه يطعن قانونا على اذا ما راى اي شيء في تقسيم الدوائر. لكن الاهم من هذا وده الحقيقه اللي انا كنت اتمنى ان يحسم اللجنه، انا الاستدراك الثاني اللي صدر بعد 10 ايام من الاستدراك الاول وتضمن تعديل وفي بعض الدوائر فيوم والمنيا وسوهاج وجنوب سيناء اربع محافظات، ايضا غير في مقرات الدوائر والتقسيم الاداري ليها والعدد المقاعد، وكنت اتمنى ان اللجنه تلغي هذا الاستدراك وتبقي الوضع عشان ما حدش يجي يطعن استنادا الى ان ده استدراك. نعم. برضه بيغير، يعني حضرتك بتتكلم استاذ عصام ان تعود اللجنه في كل تقسيماتها الى قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الاساسي. بالظبط. نعم. طيب، طالما ان لم يتم الرجوع الى القانون فيما يتعلق بكافه الدوائر فقط في عدد من الدوائر التي تم الطعن عليها، هل معنى ذلك ايضا انه ممكن الطعن في التقسيم الذي جاء بالاستدراك؟ اكيد اكيد هتجد حضرتك، يعني انا متاكد تماما انه من شملهم الاستدراك الثاني اللي صدر في 26 يوليو بالاربع محافظات اكيد هيطعنوا، وهتبقى يعني اربع بقى محافظات وكل محافظه تابعه لمحكمه القضاء الاداري الموجوده فيها، هتبقى اعتقد هيبقى في اربع قضايا في تتعلق بهذا التقسيم. نعم، استاذ عصام الاسلامبولي المحامي والفقيه الدستوري، شكرا جزيلا لك.
انطلقت بالقاهرة أعمال الدورة العادية 44 بعد المئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة دولة الإمارات، وذلك لتحضير جدول أعمال اجتماعات المجلس على مستوى وزراء الخارجية والمقررة يوم الأحد المقبل. يناقش مجلس الجامعة الأزمات في سوريا وليبيا والعراق واليمن، خاصة في ضوء التطورات الأخيرة باليمن إثر استشهاد عدد من جنود التحالف العربي. وللمزيد من المتابعة نتحول الآن إلى مقر الجامعة العربية والزميلة داليا أشرف. داليا، هل لك أن تحدثينا عن آخر الأخبار فيما يتعلق بأعمال الدورة العادية 44 بعد المئة وما تم التوصل إليه حتى الآن؟ نعم، يعني كما ذكرت يعني تنطلق اليوم اجتماعات الدورة 144 لاجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين، ويعني بطبيعة الحال سوف تقوم بعرض مشاريع القرارات التي سيخرج بها هذا الاجتماع على وزراء الخارجية العرب يوم الأحد القادم. هذا الاجتماع يعني يترأسه دولة الإمارات الشقيقة بعد أن تسلمت الرئاسة من دولة الأردن أو مملكة الأردن الهاشمية. يعني على طاولة هذا الاجتماع 28 بندا على رأسهم ملف مكافحة الإرهاب والأزمات التي تتفاقم في الدول العربية، سوريا والعراق وليبيا ومؤخرا لبنان. يعني كان ملف اللاجئين السوريين واستشهاد الجنود من دولة الإمارات ومملكة البحرين ومملكة السعودية، كان يعني هما الملفين الذي استهل بهما المتحدثين كلماتهم، حتى أن يعني المندوب الدائم لدولة الأردن والذي كان يعني يرأس الدورة السابقة قال أن الدول العربية تقوم بمهامها تجاه إزاء لقضية اللاجئين السوريين، وأن دولة أو مملكة الإمارات مملكة الأردن تحديدا تقوم باستضافة 1,300,000 لاجئ سوري وتتقاسم مع هؤلاء اللاجئين موارد الأردن، حتى أنها طالب المجتمع الدولي بتقديم أو استمرار تقديم المساعدات. ولكن يعني فيما يخص كلمة الأمين العام للأمم المتحدة، يعني أكد الأمين العام للجامعة العربية السيد نبيل العربي أن يعني أو رد أو علق على الاتهامات التقصير التي يعني قبلت الدول العربية في الفترة السابقة من قبل الرأي العام ومن قبل الإعلام الجامعة العربية، نعم عذرا، يعني قام بالرد بالتقصير الموجه إلى الدول العربية يعني أزمة اللاجئين أو إزاء أزمة اللاجئين، خاصة مشهد الطفل الغريق إيلان كردي، وقال أن الدول العربية تقوم بمهامها على أكمل وجه، حتى أن يعني تقوم بتقديم الدعم المالي لهؤلاء اللاجئين، تقوم بالدعم المالي المباشر للدول المستضيفة لهؤلاء اللاجئين، تقوم بتقديم الخدمات الصحية، حتى أنه قال أو أكد أننا لابد أن نرى الأمور من جذورها وليس من قشورها أو ظواهرها، يعني وحمل مجلس الأمن المسؤولية الكاملة في الحفاظ على السلم والأمن الدولي، حتى أنه كان هناك سابقة في التاريخ لم تحدث من قبل أن السكرتير العام للأمم المتحدة قام بالاعتراف بالفشل في تقديم المهام الكاملة إزاء هذه القضايا العربية. فيما يخص يعني اتفاقية العربي المشترك، قال أن هناك تشاورات ما زالت مستمرة بين الدول العربية، قال أن أيضا هناك تشاورات مستمرة بين الدول العربية فيما يخص ليبيا وبين الأمانة العامة بشكل عام. يعني تحدثين عن اتفاقية الدفاع العربي المشترك في قضايا الأزمات العربية وعلى رأسها أزمة اللاجئين العرب، ويعني عقدت الجلسة الافتتاحية منذ قليل والآن تعقد الجلسة المغلقة والتي سيسفر عن نتائجها. نعم. داليا أشرف، شكرا جزيلا لك على هذا الملخص. شكرا جزيلا لك. قصفت طائرات التحالف العربي مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح في العاصمة صنعاء. استهدفت الغارات مواقع الميليشيات في الفرقة الأولى ومحيطها، وكذلك مواقع تابعة لأقارب صالح في مديرية سنحان. وتأتي هذه الغارات في وقت تعزز فيه قوات التحالف من انتشارها البري استعدادا لمعركة استعادة صنعاء من أيدي المتمردين، حيث ذكرت تقارير خليجية أن عدد قوات التحالف في اليمن ارتفع إلى نحو 10,000 جندي يتوزعون في مناطق متفرقة بدءا من شبوة والجوف ومأرب وحتى عدن.
تمكنت وسائل المعارضة السورية من السيطرة على مطار أبو الدهور العسكري بشمال سوريا بعد حصار استمر لنحو سنتين. اعترف التلفزيون الرسمي السوري بأن القوات الحكومية المتمركزة في المطار أخلت مواقعها وانتقلت إلى منطقة أخرى بعد معارك عنيفة شهدها المطار. ومن جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش السوري خرج بالكامل من محافظة إدلب بعد سقوط مطار أبو الدهور. وفي أول تأكيد رسمي من نوعه أقرت روسيا بأن لديها خبراء عسكريين في سوريا، وأشارت إلى أنهم يقدمون المساعدة فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة الروسية إلى سوريا. وفي هذه الأثناء قال مسؤولون أمريكيون إن 3 طائرات عسكرية روسية على الأقل هبطت في محافظة اللاذقية بشمال غرب سوريا خلال الأيام الأخيرة. وذكر المسؤولون أن الروس أنشأوا في هذه المنطقة مباني مؤقتة يمكنها إيواء 100 الأشخاص، إضافة إلى تجهيزات، مما يمكن أن يشير لإقامة قاعدة جوية متقدمة. اقترح رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر خطة على أعضاء البرلمان الأوروبي. يستقبل الاتحاد الأوروبي بموجبها 160 ألف من طالبي اللجوء، ويقوم بتوزيعهم على الدول الأعضاء بحصص إجبارية متكافئة. أوضح يونكر أن المفوضية ستوفر حماية أفضل للاجئين، لكنها ستعزز أيضا من دفاعات حدود الاتحاد الأوروبي، وستقوم بترحيل المزيد من المهاجرين بشكل غير مشروع. ما يحدث ناس، لا نتحدث فقط عن أعداد بل نتحدث عن ناس، عن بشر. ما يحدث لسوريين اليوم يمكن أن يحدث لأوكرانيين غدا. هل سنميز بين الناس؟ هل نميز بين المسيحيين واليهود والمسلمين؟ هذه القارة عاشت في الماضي تمييزا على أساس العقائد. ليس هناك ديانة أو عقيدة أو فلسفة عندما يتعلق الأمر بما يتعلق الأمر به الآن. دعت مجموعات من الناشطين إلى تظاهر بوسط بيروت اليوم بالتزامن مع انعقاد جلسة للحوار بين مختلف الطائرات والأحزاب السياسية المشاركة بالسلطة، وذلك في مقر البرلمان لبحث أزمة الفراغ الرئاسي. أعلنت طائرات عدة ومن بينها حملة طلعت ريحتكم أعلنت عن عزمها للاعتصام بالتزامن مع انعقاد جلسة الحوار، على أن تليها في المساء مظاهرة في ساحة الشهداء بوسط العاصمة. ومن جهتها كثفت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها في محيط المجلس النيابي القريب من موقع الاعتصام. قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تدعو ومنذ البداية لمواجهة داعش في إطار شامل يواجه جميع التنظيمات الإرهابية. شدد شكري في تصريحات له من لندن على أن داعش والتنظيمات الأخرى تهدف إلى تحقيق نفس الهدف، وهناك ترابط واضح قائم بينها. وهذه النشرة متواصلة معكم وفيها بعد قليل. بينك تاكسي، أول خدمة سيارات أجرة فقط للنساء، وذلك في مصر. أهلا بكم من جديد. خلال لقائه بعدد من ممثلي الجالية المصرية في تونس، أكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن الانتخابات البرلمانية القادمة نزيهة، فضلا عن جدية الحكومة في مواجهة الفساد. كان محلب نظيره التونسي الحبيب الصيد قد شهد في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بالعاصمة التونسية توقيع 16 مذكرة تفاهم وبروتوكول وبرامج تنفيذية للتعاون المصري التونسي في مختلف المجالات. في اليوم الثاني من مراحل العملية الشاملة حق الشهيد بمدن العريش والشيخ زويد، أعلنت القوات المسلحة عن مقتل 27 من العناصر التكفيرية المسلحة والقبض على 154 مشتبها به. أضافت القوات المسلحة في بيان أن العمليات أدت أيضا إلى تدمير 10 عربات و35 دراجة نارية تستخدمها العناصر التكفيرية، وحرق عدد من العشش والأوكار التي تتمركز وتنطلق منها العناصر الإرهابية، إضافة إلى تدمير مخزنين يحتويان على مواد تصنيع العبوات الناسفة وC4 شديدة الانفجار.
يواصل معبر رفح البري لليوم الثالث استقبال الحجاج الفلسطينيين الوافدين من قطاع غزة. بلغ عدد الحجاج الفلسطينيين الذين وفدوا من المعبر خلال اليومين الماضيين أكثر من 1500 حاج، حيث تم إنهاء إجراءات نقلهم إلى مطار القاهرة الدولي. ومن المتوقع أن يستقبل معبر رفح نحو 4000 حاج فلسطيني آخرين. في مستشفى طوارئ جامعة طنطا يعاني المرضى من الإهمال وعدم وجود أدوية، كما يعاني العاملون من قلة الإمكانيات والموارد. التقرير التالي يرصد لنا المزيد من المشكلات في ذلك المستشفى الحكومي. هنا داخل أروقة مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا يرقد مئات المرضى والمصابين يستغيثون ولا يسمع نداءهم أحد. الحالة ديت من يوم الجمعة وفيها كجاية في حادثة، حضرتك في إهمال جامد في الجامعة هنا، مفيش عناية، وسابوها قعد 6 ساعات ينزف لغاية ما زعقت معاهم وهم سايبينه 6 ساعات ينزف. من يوم 31/8 والحاجة عملت العملية ومن ساعتها تايهة خالص، بنتساءل هل هتفوق مش هتفوق، مش عارف. حقنة 275 دقيقة بتيجي مرتين 2 في اليوم، وحقنة ب 96 بتيجي 4 مرات في اليوم كل 6 ساعات، غير الحاجات التانية يعني 1000 جنيه. الدكتورة جاول له يقول لك أنت مش تابع ده، يقول لي تابع العظام، واللي تابع العظام يقول لي تابع الجراحة، واللي تابع الجراحة يقول لي تابع معرفش إيه، معرفش مين تابع مين. حال سيء حكى عنه أصحابه، لكن مبرره كان أسوأ بكثير. فداخل المستشفى الذي يتردد عليه المئات يوميا لا يوجد أدوية، لا إسعافات ولا إمكانيات. كل مشكلتي إني عشان أخدرها يبقى في أدوية تخدير، يقول لك ممنوع على تذكرة الاستقبال. بأنهي منطق إن يكون على تذكرة الاستقبال؟ حادثة مجرود وحادثة دلوقتي، وأنا عندي حادثة هبعت أهلها يشتروا علاج، ما معهاش حتى أهلها يشتروا علاج. طب دلوقتي أعمل مع المريض دلوقتي؟ انا بتعامل معاه على قد ما بقدر، على قد الامكانيات اللي عندي. وحضرتك شايفه احنا بنتعامل معاه ومفيش عمال يسحبوا الحاله يوديها اي اشعه ولا اي مكان، ده المريض اللي بيسحبه. على ابواب غرف العنايه المركزه اقفال لا تفتح الا لاستقبال حالات تخص مسؤول المستشفى بروايه بعض العاملين، وبدلا من ان تكون رعايه لاي حاله حرجه تحتاج لعنايه مركزه اصبحت مخزنا للادويه. إهمال امتد إلى جدران المستشفى حتى سرت فيه الشروخ، فتهالكت بعض المباني وتعرض الآخر لمياه الصرف الصحي، ليصبح المريض أمام نتيجة حتمية وهي الخطر. تلك المشكلات وغيرها جعلت المئات من العاملين بمستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا يدخلون في إضراب جزئي عن العمل لتكتمل دائرة أزمات المستشفى. بدل العدوى احنا بناخدها 15 جنيه، الموظف اللي قاعد على المكتب بياخدها 40، يعني المفروض 40%، يعني المفروض ان احنا اللي معرضين للعدوى اكتر وشغالين في دم وشغالين في كل حاجه عشان هو بيمسك القلم بياخد 40%، احنا بناخدها 15 جنيه وحقنا مهدور في كل شيء. التعديل بيقول ضم جميع العاملين بالمهن الطبيه لحافز المهن الطبيه بجميع الوزارات بما فيهم المستشفيات الجامعية. جميل، أنا عايز معاد بالكلام ده، معاد بالتنفيذ. ولم تتوقف حالة الإهمال عند هذا الحد، وإنما تجاوزتها لتطال المستشفى التعليمي المجاور الذي افتتحه رئيس الوزراء بنفسه منذ عدة شهور فقط. وفي الأخبار الاقتصادية، افتتح في أرض المعرض بمدينة نصر المعرض السنوي للأسر المنتجة في دورة 54 تحت شعار اشتري المصري من بيتنا لبيتك. يضم المعرض أكثر من 5000 منتج من الأثاث المنزلي والصناعات الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة. يفتح المعرض أبوابه للجمهور حتى 19 من الشهر الحالي من 10 صباحا وحتى 9 مساء. للمنتجين سواء شباب او سواء ان احنا بنشوف بعض القرى او متخصصة في بعض الصناعات، لان بنشجع طبعا احنا بنستغل طبعا في مشروعات كتيرة قائمة دلوقتي بالنسبة اللي هي اصلا بتعمل على تنمية القرى والمدن، زي برنامج مشروعك اللي اقيم حاليا في وزارة التنمية المحلية، فيه الصناعات الصغيرة كلها، يعني بقى قائم على الصناعات الصغيرة الموجودة والصناعات المتوسطة ومتناهية الصغر. فاحنا شايفين المنتج الموجود كله ينتج على مستوى القرى، يعني نجد مثلا في قرى متخصصه في الخزف والخشب في الفركه او الحرير، كل قريه
لابد ان احنا هذه الصناعات. يتردد علينا في هذا المعرض كل مره بنعمله حوالي 10 الى 12000 مواطن، بتبقى فرصه ان هم يتفرجوا ويشتروا ويطلعوا على منتجات المحافظات، بتبقى ايضا فرصه ان يبقى في تعاقدات مع هذه الاسر على انتاج سواء يصدر بعد كده او يتباع في محلات القاهره، فهي فرصه للتسويق بنتاحها 3 مرات في السنه في المكان اللي هو مساحته حوالي 5000 متر مربع قاعه عرض، فبتبقى فرصه مهمه جدا بيستنوها المنتجين، لان لبعض المحافظات ولبعض الاسر بتبقى دي فرصه التسويق الوحيده. النهارده دور الصندوق الاجتماعي مختلف شويه، احنا دورنا ما بقاش مجرد قروض لتمويل المشروعات الصغيره، ولكن دعم الفني ومسانده لهذه المشروعات في التسويق. النهارده طبعا انا شايفه في توثيق للتعاون بين كافه اجهزه الدوله، اذا كان شرفنا بالحضور معالي وزير التنميه المحليه، وطبعا افتتحت المعرض السيده وزيره التضامن الاجتماعي، فده بيؤكد فكرة ان التعاون بين كافة اجهزة الدولة بهدف مساندة المشروعات الصغيرة، وان ملف المشروعات الصغيرة هو اولوية للدولة. حدد دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري والمكلف بتسيير اعمال وزارة الزراعة، حدد سعر توريد القمح للعام الحالي ب 420 جنيه للاردب على الاقل. أضاف الدكتور مغازي خلال جولة قام بها في محافظة الفيوم استمرار دعم الحكومة للفلاح، وأن احتفالية عيد الفلاح هذا العام ستؤكد وضع الفلاح المصري على رأس أولويات الدولة، وخاصة في مجال التأمين الصحي وتسليم بعض عقود الانتفاع بالإصلاح الزراعي. بين حاجتين، بين اللي هو وصل المكان نفسه بتاع التوريد لكن لسه ما وزنش، فالنهارده انا تبعت الخطوات من ساعه ما المزارع بيصل عند الميزان هناك، بعد الوزن على طول بياخد العلم، العلم بيطلع بيه على البنك بيصرف من الحلقه كمان وبيصرف من الحلقه، وبالتالي النهارده احنا بنقول ايه، مجرد بس يوزن وبياخد هذا العلم، لكن اللي ممكن اللي بيشتكي بيكون لسه في الطابور فما وصلش الميزان فبيشتكي ان هو ما حدش خد منه، لكن ما شاء الله انتم شايفين الخير ما شاء الله، ربنا يزيده ويبارك. العلاقه بيننا وبين الفلاح وبين كل مواطن المحافظه علاقه مفتوحه، عندنا لقاء مفتوح على طول مع الساده المواطنين ومع كل الفلاحين، تمام، في اي مشاكل احنا بنبدا نتصدى لها فورا. عندنا بعض المشاكل كانت بتواجه الفلاح في ميه الري، تمام، ده بالفعل احنا شفناها اول ما جينا، لكن اعتقد انها احسن من السلفات، ده بسبب التعديات على المجاري المائيه، كان في بعض المخالفين، احنا بنقوم بحملات ازاله يوميا على الخطوط المخالفه، دمرنا خطوط مياه بتفوق ال 18 كيلو، ربنا وفقنا وجبنا اعتماد مجلس الوزراء 75 مليون جنيه لاستكمال ترعه اوتا المتوقفه منذ 12 عام، وبالفعل الشركه المنفذه بدات استلمت الموقع وبدات تنفذ في الاعمال، ده هيحل مشكله الري طبعا، هيساهم معانا، ده هيحيي حوالي 16000 فدان لو ري بالغمر، لو عملنا ري حديث الري بالتنقيط عن تقريبا حوالي 45000 فدان. وصلت مؤشرات البورصه ارتفاعها خلال تعاملات منتصف الجلسه اليوم، مدفوعه بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والاجانب في حمال تعاملات المصريين نحو البيع. وبالنسبه الى حركه المؤشرات القياسيه، فقد ارتفع مؤشر البورصه الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبه 1.7%، وارتفع مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبه 1.1%. أما في الرياضة فنتحول إلى بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد والمقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث فاز الأهلي على الإفريقي التونسي بنتيجة 20-17 ضمن لقاءات دور تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن. قدم الأهلي عرضا قويا وتألق حارسه محمد علي، وينتظر الأهلي مواجهة الفائز من مباراة السد القطري وتباتي البرازيلي لتحديد المركز الخامس. وصلت مصر تربعها على صدارة دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالكونغو برازفيل، بعدما حصد أفراد البعثة 76 ميدالية متنوعة حتى نهاية يوم أمس. ففي رفع الأثقال استطاعت اللاعبة هبة صالح أن تحقق 3 ميداليات ذهبية في وزن 48 كيلوغرام، وعلى مستوى منافسات الرجال توج أحمد سعد ب3 ميداليات ذهبية في وزن أقل من 62 كيلوغراما. في أقل من شهر من الآن سيدخل بينك تاكسي في الخدمة عن طريق إحدى شركات النقل الخاصة. التاكسي الخاص بنقل السيدات والعائلات قوبل بترحيب من السيدات، وتمنى بعضهن أن يصبح وسيلة مواصلات عامة، لكن
أخريات يرفضن فكرة الفصل بين الجنسين في المواصلات كأداة لحل مشكلات المرأة. تاكسي بامبي تقوده سائقة وليس سائق، وذلك بعد أن حصلت رضوى مؤخرا على رخصة مهنية إثر تجاوزها اختبارات القيادة بنجاح. فالتاكسي الجديد مخصص لتوصيل السيدات والعائلات فقط، خدمة خاصة كان الدافع لها هو المضايقات التي تتعرض لها النساء في وسائل المواصلات المختلفة. على فكرة ما فيش أي حاجة غريبة، واللذيذ في الموضوع أن البنت لما تيجي تطلع رخصة مهنية أو ما بتخش التراخيص بتبقى باينة، بتخلص أول حتى لو في طابور طويل عريض، ودي حاجة أنا بشكر فيها الناس جدا، لأن بجد أنا كنت فاكرة أن الموضوع هيبقى شاق خالص، ولا في الكوميسيون تعبنا ولا في التراخيص تعبنا ولا حاجه وقفت معانا الحمد لله، ربنا مسهلها معانا لان رخصه التراخيص المهنيه ما فيش بنات كتيره بتطلعها. الخدمه الجديده ليست عامه لانها مقدمه من احدى الشركات الخاصه، والقائمون عليها يؤكدون ان التجربه جاءت استجابه لرغبه كثير من السيدات في توفير خدمه توصيل امنه لهن، يكون سائقها امراه وتقدم نظير مبلغ اضافي خارج قيمه التوصيل. هذه الفكرة قائمة بالفعل في عدد من دول العالم كتركيا والهند بهدف حماية النساء مما قد يتعرضن له من خطف وغيره من الاعتداءات والانتهاكات الجنسية. القائمون على التجربة أعلنوا تخصيص ما يقرب من 50 سيارة حديثة تعمل من 10 صباحا وحتى 10 مساء، مؤكدين أن العدد مرشح للزيادة في حال نجاح التجربة. الفكرة جت من احتياج المجتمع، المجتمع محتاج لوسيلة انتقال أمنة للست، كمان البنات محتاجة لوظائف جديدة يدخلوا فيها ونوعية مهام مختلفة يبتدوا ان هم يشتغلوا فيها، فمن هنا جت الاحتياج اللي في المجتمع ده خلانا نطلع بالفكرة الجديدة دي اللي هي سيارات تقودها سيدات ويركبها سيدات. من المفترض أن ترى هذا التاكسي في شوارع القاهرة بعد شهر من الآن، لكن ردود الأفعال بدأت عليه قبل نزوله إلى الشوارع. كثيرات مدحنا التجربة متمنيات أن تنفذ في وسائل المواصلات العامة. أيوة أنا أتمنى أنه كده ويبقى في أي حتة كده وقفه وأنا نازلة من بيتنا لقيه في وشي. أيوة طبعا أتمنى هيبقى أمان أكتر، على الأقل البنت نفسها تبقى حسب الأمان. لكن على الجانب الآخر هناك من شكك في جدوى هذه التجربة التي فشلت من وجهة نظرهم في مكافحة العنف ضد. إحنا ما بنؤمنش إن الفصل يعد حل من الحلول، بل بالعكس ده بيشيل الفوكس وبيشيل المسؤولية من على الشخص المسؤول. وتبقى تجربة البامبي الجديد رهن التطبيق في الأيام المقبلة. مروة عبد العزيز، نهار اليوم. وبهذا التاكسي مشاهدينا الكرام وصلنا معكم لختام هذه النشرة، ولم يتبقى فيها إلا هذه التذكرة بعناوين الأخبار. العليا للانتخابات تستجيب لحكم القضاء الإداري وتبقي على دوائر قنا والقاهرة دون تعديل. الجامعة العربية تبحث الأزمة اليمنية وقوة التحالف تعزز من حشودها البرية استعدادا لمعركة صنعاء. جيش النظام السوري ينسحب بالكامل من محافظة إدلب بعد سقوط مطار أبو الظهور العسكري بيد المعارضة. انتهت النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.